ولاستعادة جانب من سيرة حرب أكتوبر العظيمة، ينضم إلينا اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر. سادة اللواء ماجد، بعد التحية، يعني بصفتك أحد المكرمين خلال الندوة التثقيفية، حدثنا عن بطولات هذه المجموعة، مجموعة 139 صاعقة خلال حرب أكتوبر المجيدة. المجموعة 100، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، اتفضل سيادة اللواء. المجموعة 139 من المجاميع المميزة في القوات الصاعقة، لأنها كانت احتياطي قيادة عامة المفروض تدفع في أي اتجاهات بتهدد قواتنا، سواء كانت برية أو بحرية أو جبلية أو صحراوية. يوم 19 صدر الأوامر بتحرك الكتيبتين الباقيين من المجموعة 139، لأن كتيبتين ال 183 و103 دفعوا في أثناء بداية الحرب حتى يوم 10 أكتوبر إلى الجبهة في سيناء. أما الكتيبتين الآخرين فدول تحركوا يوم 19 إلى منطقة الإسماعيلية لمجابهة قوات العدو الإسرائيلي، اللي مكان يعني كانت المعلومات عنها ضئيلة جدا وحجمها مش معروف، أماكن توغلها يعني داخل مناطق مبهمة. طلب من المجموعة إنها تتعامل مع قوات شارون لمنعه من دخول الإسماعيلية بأي شكل كان، تحسبا لتهديد مدينة الإسماعيلية وهي من المدن الكبرى في منطقة القناة. صحيح. فعلا تحركنا وتمت المعركة بشيء يعني أكثر ابتكارا، إن احنا قسمنا الأفراد، كل 10 أفراد معهم ضابط كمجموعة قتال، وكل 5 مجموعات لهم قيادة من قادة سرايا، أنا أحدهما. استطلعنا بقوة منطقة سرابيو، لغاية منطقة سرابيو من مسافة حوالي 15 أو 16 كيلو. اصطدمنا بأحد تجمعات العدو، استشهد الضابط بعد تدميره لحوالي 3 عربيات جنزير ودبابتين تقريبا، استشهد هو وخمسة من أفراد مجموعته. والحمد لله احنا كان في صمت لاسلكي تام بيننا وبين المجموعات، إلا يعني بطريقة ما إن احنا نبلغ المعلومات يعني إما يعني شفويا بالاتصال الشخصي أو بإرسال نبضة على اللاسلكي يعني. عدنا في الليلة التالية وبلغنا قيادة المجموعة بتقدم العدو الإسرائيلي في اتجاه الإسماعيلية على المحاور اللي احنا قصدناها، أماكن تمركزه، أماكن تجمعاته، أسلوب تجميع قواته ليلا. الكلام ده كله وصل للقيادة عندنا. في نفس الليلة كان في مفرزة من اللواء المظلات الإسرائيلي مع فرقة شارون متجه إلى الإسماعيلية. كان في كمين، يعني احنا كنا مجهزين مجموعة كمين متتالية ابتداء من الحد الأمامي للكتيبة 133، دخلت السرية بتاعت المظلات وهي سائرة على الطريق أو المدق اللي بيصل إلى عزبة أبو عطوة. الجنودنا سمعوا همهمة بلغة مختلفة عن اللغة العربية، عرفنا أنها اللغة العبرية. عملنا صمت تماما إلى أن دخل الجزء الأكبر من السرية أمام الكمين، قمنا بإصابة أعداد كبيرة جدا منه تتراوح بين 40 إلى 50 فرد. يعني هي بطولات لا يمكن أن تنسى أبدا وستظل خالدة في ذاكرة المصريين، هذه الفرقة 139 صاعقة. سيادة اللواء، بعد مرور 49 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، يعني برأيك ما هي أهم الدروس التي يجب أن تنقل للأجيال القادمة حول هذه الحرب وحول هذا الانتصار الاستثنائي الذي حققه الجندي المصري؟ احنا عندنا عدة نقاط الحقيقة. النقطة الأولانية اللي هي التدريب الجيد وكفاءة التدريب ورفع مستوى الفرد وارتباطه بالمعدة، بإضافة الفرد للمعدة وليست المعدة للفرد. يعني صحيح. أنا ما جبتش سلاح تكنولوجيا عالية جدا وأقول السلاح ده هو اللي يعني هيعمل كل حاجة في الحرب، لا بالعكس،
السلاح بيجي بتكنولوجيا عاليه بس الفرد يضيف له. صحيح. احنا استخدمنا اسلحتنا اللي توفرت لدينا متطوره او غير متطوره باسلوب راقي جدا. الحاجه الثانيه الاعداد الجيد لاي معركه، ويا رب ما يبقاش في معارك ثانيه. صح. بس الاعداد دي اعداد جيد ودراستها ودراسه كل بند فيها من اول لبس الجندي. صحيح. الى الاسلوب التعامل معاه، اسلوب الحركه، اسلوب القتال، كل هذا الكلام. يعني انا حدي لذاتك مثال على ان احنا لم نتبع الاسلوب النمطي بالصاخه ان هو كراين او اغراض فقط، لا احنا يعني صغرنا حجم المجموعات اللي كانت بتقاتل شارون، ويوم 22 خد العلقه الكبرى في مدخل ابو عطوه، وما زالت اثاره شاهده على الغطش. الدبابات المدمره بتاعته واخده حجم من القذائف على بعد 20 و30 متر. هول المفاجاه بالنسبه لقوات شارون على مدى 3 ايام يدفع بقوات مدرعه وتدمر وينسحب ويرجع يكرر الكره دي مره واثنين وثلاثه. صحيح. الى ان اصيب يوم 22 اكتوبر، ودي كان الكارت اللي هو عايز يلعب بيه ضد مصر، انه يخص الاسماعيليه ويستولي على قياده الجيش الثاني ويحاصره زي ما حاصر الجيش الثالث، وبعد كده يخش في مرحله تفاوض، لانه كان يعلم جيدا ان امريكا بتسعى لوقف القتال مع مصر يعني لانقاذ اسرائيل من هذا المأزق اللي كانت فيه. صح. وعايز ارمز لسيادتك حاجه، ان احنا بعد وقفه اطلاق النار بمده 3 شهور كنا مستعدين تماما لتصفيه هذا الجيب او هذه الثغره بالخطه شامل اللي كان سياده الرئيس السادات بمعاونه طبعا القاده العظام بتوع 73 اللي كانوا موجودين في قياده القوات المسلحه، وكانت الخطه موضوعه جيدا. صح. وتعلم امريكا جيدا ان. صح. لو بادر السادات بالبدء في تصفيه الثغره لانتهت اسطوره الجيش الاسرائيلي تماما، لان ثلث الجيش الاسرائيلي واكفأ ناس في الجيش الاسرائيلي كانوا موجودين في هذه الثغره، وعلى راسهم طبعا القائد يعني شارون. كما ذكرت سياده اللواء، يعني التخطيط العلمي السليم والعزيمه للجندي المصري وعبقريه الشخصيه المصريه كانت يعني مفتاح النجاح وتحقيق العبور في هذه الملحمه الخالده حرب اكتوبر المجيده. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات سياده اللواء ماجد شحاته، احد ابطال المجموعه 139 صاعقه بحرب اكتوبر، كنت معنا هاتفيا.